ضميرك لا يؤنبك انه الناس دي باهلهم باولادهم بامهم بابوهم بكل باصدقائهم بالرزق اللي كانوا بيجيبوه يعني لقوا ربهم ولقوا مصرعهم وقتلوا غيلة بالقنبلة اللي انت حطيتها، ضميرك لا يؤنبك؟ طبعا المنظور ما يجيش من نظرة واحدة. هم انظر لهم، هم ليه جايين؟ اول حاجة انت تتكلم من ناحية عاطفية، انا امشي معاك من ناحية عاطفية. لا بتكلم فيش عاطفية، انا بتكلم انسانية. لا ما هي الانسانية هي العاطفية. لا الانسانية مش العاطفية، يعني ربنا كرم الانسان بالزبط. كرمه بايه؟ بعقله وبضميره. يعني عمرك شفت قرد عنده ضمير؟ لا هو لا. الإكرام هو الإكرام بالتقوى كما جاء في القرآن، إن لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن كرم الله الإنسان بأنه جعله كائن عاقل، والعقل بيأتي من التفكير وبيأتي من الضمير. لو أنا قتلت شخص بالمنظور ده نجد أن أنا مش قاتل فعلا، لكن أنا قتلته بمنظور عقدي.